عايز اقول ان النادي مش منظمه دوريه، يعني هو طبعا الكسبان جميل جدا، بس المعلومات اللي هي مش كفايه لاحد المعلومات اللي عندي دي منظمات دوريه، لا مش دوريه، منظمات وخلاص، ومنبر لهذه المنظمات. لو الاتريبيوتس والكوريشنز بتاعه المنظمات دي هتفرق حسب نوعيه المنظمات، ممكن اعمل جنرال اورجانيزيشن وانهرت منها كل واحد منهم يبقى ليه الكوريشنز بتاعته. حد عنده اي تعديل او اقتراح اخر؟ مفيش صح وغلط يا جماعه، الموضوع مش مساله اساسيه، ده مبنى، ده مزاجه، زي عمل فني كده، واحد قاعد يرسم كويس، فانت برضه بتحاول قدر الامكان تحاكي الواقع اللي العميل عايزه. يا دكتور، هو ما ينفعش هنا البتاع دي اللي هي المنظمه الدوليه ما يكونش فيها دول؟ هي زي منظمه تبقى فاضيه، ما ينفعش يبقاش فيها دول. وملاحظه قضيه قيمه جدا، حيث تحطها يعني تبقى فيه مثلا اثنين واكثر، صح، وتحط هنا المنظمه فيها الاقل دوليه. البلد ما ينفعش يبقى فيه، بس المكسيك هنا ما فيش فيها، المكسيك ما لهاش اي مقترحات. بس ديت يعني مش موجوده هنا في الدياجرام، بس ما بس ده موجوده في الطبيعه، ممكن الابلكيشن نفسه مش محتاج ان يمثلها. يعني انا عايز بعض البلاد مثلا اخد احصاءات عنها بشكل اجمالي، وبعضها الثانيه وده وده. بصوا يا جماعه، نقطه مهمه جدا، خليك معايا يا هسه. احنا بنعمل حاجه اسمها بتبدا بحرف اي بي، عارفين اللي هي ايه؟ الاستراكشر بالظبط. يعني كنت فكرت ان دي تفاصيل مهوله واتريبيوتس مهوله، لكن احنا الابستراكت الواقع حسب طريقه الابلكيشن بتاعك. والبوردر يا دكتور برضك مفيش يعني دوله او ولايه مالهاش بوردر. مفيش دوله مالهاش بوردر؟ اه يعني عايز تقول ان هو مواجهه الاكسيده ده استرالي، شفت ازاي؟ ما لا برضك بوردر مائيه، لا مائيه. طب ماشي، ده سؤال جميل جدا. سمعنا بيقول كلام جميل جدا يا جماعه، بيقول لي مفيش دوله مالهاش حدود، وبتقول استراليا مالهاش حدود. قال لي لا، دي حدود مائيه، ما فيش فيها. هل العميل قال ان البورده اللي هنا عايزها تشمل حدود مائيه ولا لا؟ رد. هو مش موظف. روح اساله وقت كده. مش موظف. خلاص اساله وقت كده. ماشي؟ طيب، علاقه التليفون بالسماعه، علاقه ايه؟ اتفضل يا فندم. عادي الصوت شوية كده. عادي، عايز اسألك سؤال، اتفضل. ايوه، ممكن يبقى ليها حدود مع كذا دولة. ايه؟ عاملين ستار فين؟ في الحدود؟ ايوه، يبقى حدود مع كذا دولة او اكتر، ويصيروا على الاقل ويبقوا حدود معاها. يعني امريكا ليها حدود؟ يا الهي ماذا حدث؟ لا حرب بس النمط. ليها حدود مع المكسيك وكندا، والمكسيك ليها حدود مع لا يا اول ليها حدود مع المكسيك، المكسيك ليها حدود مع الولايات المتحده، ومعرفش تحتها البرازيل بقى ولا مين. علاقة السماعة بالتليفون، اسوشيشن ابليكيشن كومبوزيشن كومبوزيشن، لو اختلف التليفون هتختلف السماعة. لا، هي اجريجيشن اجريجيشن، بس ده ممكن اغير السماعة. ممكن اخد السماعة على كده التليفون تاني؟ ممكن. كويس، ماشي. علاقة المدرس بالمدرسة اسوشيشن، دي تعاقد بينهم وارتباط. لكن هل المدرس جزء من المدرسة؟ لا. يعني غالبا لا. علاقة الابتدائي بالشاطر؟ كومبوزيشن. لو اختلف الابتدائي هيختلف الشاطر. طيب، شكرا جزيلا. بص على نقطة عشان نبدا في التمرين اللي وراها، عايزين نفهم بعض الحاجات. الشيوخ السعيدة اللي بيروحوا على الشرق بتحاول تفهم
شويه ثم انتقل الى سيستم 1. هنا بحط الدومين كلاسز، بعد كده بزود اي باوندري او كنترول كلاسز انا محتاجه. زي ما هتشوف في المساله اللي بعد كده لما جيت اعمل ظهر الورقه اللي معاك اعمل مسابقه كره القدم، فانا مش محتاج فرق ولاعيبه ومدربين بس، انا محتاج ماتشات وجروبس وليفلز الى اخره. محتاج ايضا ان انا احط مانجر يعني كلاس يمانج اللعب او الجيمز وكلاس اليوزر انترفيس وهكذا. كويس؟ البروسيس اللي انا بمشي بيها ده اللي كنت انا قلتهم، بقول لك الاول انت بتحط نص البروسيس كده اللي هي الدومين، وبعد كده تزود البروسيس اللي انت عايزها. في عندك يوزر انترفيس كلاسز، في عندك يوتيليتي كلاسز او كلاسز خدميه، في عندك architecture classes يعني classes زي client server file database access. كل دي classes انت زودتها علشان developer يقدر ينفذ البرنامج. فالentity objects بيمثل domain classes، بعد كده عندي boundary objects بيمثل interface، وcontrol objects اللي بتدير البرنامج وتشغله. يقول حضرتك علشان الاقي الكلاسز بتاعتي بقعد اسمع العميل واجمع ريكوايرمنتس، وانا شغال في الخطوه دي بحاول اتعرف على الكلاسز الموجوده. كل لون اسمعه اسم سياره، بس خد بالك سياره هي برضه بنسميها ايه؟ عربيه، وبنسميها اوتوموبيل. دول بقى ثلاثه كلاسز ولا كلاس واحد؟ كلاس واحد، صح كده؟ فاخد بالي من الريكوايرمنتس او التكرار، واخد بالي من الحاجات اللي ممكن تبقى اتريبيوتس زي الموديل والماركه سنة. دي مش كلاس في حد ذاتها، دي اتريبيوتس. كويس؟ وافلتر الاسماء الناونز اللي ملهاش دعوه. بعد كده اشوف ايه العلاقات اللي بتربط الكلاس دي بعضها ببعض، زي ما عملنا شويه في البلد في البدايه او كده. واشوف اذا كان في علاقات انهيرتنس او جنراليزيشنز. وامسك كل كلاس على حده واكتب له الريسبونسبيلتيز بتاعته اللي هي موجوده في الورقه اللي معاك. تحت هنا الضهر ذات وبروتيكال حاجه اسمها سي ار سي. سي ار سي دوت عباره عن كلاس ريسبونسبيلتي كارد. بجيب ورقه كده برفعها وبحطها واكتب اسم الكلاس واكتب مسؤوليات هذا الكلاس ايه وايه الكلاسز اللي بيتعاون معاها لتنفيذ هذه المسؤوليات. المسؤوليات دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى حاجات زي كده responsibilities of class setting and getting values creating and initializing new objects loading or saving from the database canceling or deleting objects adding links or associations or relating with other classes copying, converting, transforming, outputting, printing in a head computing numerical results and algorithms navigating and searching and finding information other specialized responsibilities. يبقى الكلاس ده حتى يستحق الحياه لابد ان يكون له ايه؟ يكون له مساهمه في الحياه. عشان كده انا عملت له حاجه بنسميها كلاس ريسبونسبيلتي او ليست للمهام المفروض يقوم بيها. بعد ما عملت كده المهام دي بحول هذه المهام الى اوبريشنز او عمليات او بيزنس. كويس؟ الاول شفت ايه كلاس اللي عندي، شفت ايه خصائص هذا الكلاس وارتباطه بالاخرين، التعميمات او الجنراليزيشنز او الانهيرتنس. ايه بقى الريسبونسبيلتيز المفروض يقوم بيها الكلاس ده؟ هل هو فقط مخزن من الاتريبيوتس والداتا ولا في اوبريشنز المفروض يقوم بيها؟ بعد ما اخلص شويه خمسه الدرين اكرر نفس الكلام تاني وابدا في البدايه وامسح الكلاس اللي فاضيه ما فيهاش حاجه مش بتعمل حاجه، امسح الاسوشيشنز اللي مالهاش لازمه وازود الاسوشيشنز اللي نسيتها. نفس الشيء بالنسبه للاتريبيوتس. وبعد كده لغايه ما اوصل لصوره مرضيه. ولو عايز بقى ادور اكتر من كده ادور على الديزاين باترنز اللي اتكلمنا عنها. الديزاين باترنز اللي هي حلول نمطيه متكرره ومشاكل بتظهر كتير في اثناء الاوبجكت اورينتد ديزاين. كويس؟ اي سؤال حتى الان في هذا الكلام النظري؟ في عندنا شويه حاجات هنا موجوده في الفراغ. لو ما تفرجوش على المحاضرات لانها يعني بتتصور كتير وبتتعب بصراحه. ما ينفعش تيجي هنا وما تفرجش على المحاضرات. بالنسبه للمره الجايه زي
Company
كده تاخد الشيت الاولاني تقراه صفحه مرايه وشويه ابلكيشن عليها صفحه مرايه وشويه فود كمل شغل بقى على 15 جرب دلوقتي شوف ايه الكلاسز اللي ممكن تبقى موجوده عندنا في وصف المساله دي. احنا عندنا هنا مساله بتقول عندك نبص كده نشوف الحاجات المهمه. عندك تورنمنت مسابقه كره قدم وعندك كده هوبيز الهواه بس يعني دي كده مش مهمه قوي. وعندك رمضان طبعا شهر عظيم و يعني شهر رمضان بس ملوش علاقه بالكومبيتيشن يعني مسابقه بنسميها مسابقه رمضان مسابقه كره قدم كلمه دي مكرره تاني. وعندك سمر فاكيشن برضه مش مشكله قوي بتتكون من تيمز وعندك التيم ده فيه شويه كونسترينز عليه كده اربعه وسته بس دي هتبقى حاجات على اللينك بين الكلاسز. وعندك بلاير وعندك كوتش وعندك ماتش وعندك الماتش بيتكون من لعيبه منهم واحد احتياطي او اثنين وعندك حاجه اسمها مانجر مدير المسابقه وعندك المانجر ده ممكن يبني فرق المسابقه ليها وقت وزمان ما ينفعش لعيب في اكتر من فريق الناس ممكن تشوف النتيجه ففي حاجه كده زي يوزر انترفيس وفي حاجه اسمها ليفل هنا ما اتكلمناش عنها في جروبس هنا كلمة جروبس برضه هنا ما اتكلمناش عنها. طبعا في بعض الناونز مش مهمة أو مكررة يعني التورمنت ده مكرر كتير خلاص نخليه يكون باهت كده. التورمنت ده مكرر كتير هنخلي التورمنت دوت مثلا مرة واحدة منه بحاول اشوف بس انا في مفاهيم نسيتها ولا لا. يكون من ده كلمه تورمنت احنا عايزينها مره واحده بس. نحط هنا مره التورمنت نشيلها التورمنت هنا تاني نشيلها وهكذا. نفضل بقى بالطريقه دي لغايه ما نعزف كل الكلمات اللي كلمه رمضان وسمر فاكيشن لو اسم المسابقة ايه مش مشكلة المهم ان ليها اسم وخلاص. طبعا دي مسابقة فوتبول تورنمنت. بعد كده نشوف ايه تاني ناونز مهمة. تيمز دي قررت قبل كده في بعض الكلمات اللي ليهم أهمية اللي بيمثلوا العدد زي كلمة تو وممكن يقول لك ستة من بلايرز الكلمات اللي فيها العدد دي نحط تحتها خط عشان نستخدمها والمسابقة تبقى ثلاثة أو أربعة أو ثمانية أو تسعة وهكذا. في المانجر دي عدت علينا طبعا في فيربات زي ادينج تيم دي هتبقى بعد كده اوبريشنز. نستمر بالطريقة دي ونحصر ايه الكونسبت المهمة اللي لقيناها. لقينا عندي الكونسبت اسمه تورنمنت عندي كونسبت اسمه تيم كونسبت اسمه بلاير وكوتش كونسبت اسمه ماتش وكونسبت اسمه ليفل وكونسبت اسمه جروب وكونسبت دي الكونسبت الموجوده جوه الدومين دي الحاجات الموجوده جوه الدومين. انا عندي بعض الحاجات الثانيه اللي مش موجوده جوه الدومين اللي هي زي باوندر كلاس يوزر انترفيس يوزر انترفيس سواء للبابليك او للمانجر. في عندنا هنا كلاس برضه كان اسمه مانجر ده جيم مانجر او حاجه زي كده ده ممكن يعتبر كنترول كلاس بابليك او الادمنستريتور بتاع الجيم ادمن انترفيس خاص بيه كده. الاقي نفسي جمعت الكلاسز المهمه نروح مثلا الناحيه الثانيه اشوف برضه في تاني جنرال بابليك ده اكتور بيلعب معايا قصدي مشارك معايا في
المانجر ده كلاس ممكن يبقى شخص برضه في مانجر بيدير المسابقه المانجر هو كلاس الجروب ده بقى اتكرر افضل اشيل حاجات كده ملهاش لازمه تيم اتكرر ليفل اتكرر وهكذا.